وهنا ذكر كلاما عجيبا والناس تركز فيه. أنا ما دار أشرحه، دار أقراه بس، بعلق تعليقات بسيطة. كلام بيخليك شفت الدنيا دي تقبل منها كذي طوالي، فوالله بس ركز فيه. قال: كيف يسلم، أي هذا العبد كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه؟ من البيت اللي يبتلى بادي، من له زوجة لا ترحمه وولد لا يعذره وجار لا يأمنه وصاحب لا ينصحه وشريك لا ينصفه وعدو لا ينام عن معاداته ونفس أمارة بالسوء ودنيا متزينة وهوى مرد وهوى مرد وشهوة غالبة له وغضب قاهر وشيطان مزين وضعف مستول عليه، فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه أي ربه سبحانه وتعالى ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. قال: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، أي التي تخالف الكتاب والسنة، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا. فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن والنفس مقام العقل والهوى مقام الرشد والضلال مقام الهدى والمنكر مقام المعروف والجهل مقام العلم والرياء مقام الإخلاص والباطل مقام الحق والكذب مقام الصدق والمداهنة مقام النصيحة والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور، وأهلها هم المشار إليهم، وكانت قبل ذلك لأضدادها، يعني للعلم والعدل إلى آخره، وكان أهلها يعني أهل العلم وأهل العدل وأهل الحق إلى آخره هم المشار إليهم. بعد ذلك ابن القيم ذكر كلاما مؤثرا قال: فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت، دولة الشر وانتشار الشر وانتصار الشر وأهل الشر على الخير وعلى أهل الخير، قال: فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت وراياتها، يعني ورأيت راياتها قد نصبت وجيوشها، يعني ورأيت جيوشها قد ركبت، فبطن الأرض يعني القبر، فبطن الأرض والله خير من ظهرها وقلل الجبال خير من السهول ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس. يعني بيجي وقت القبر خير من الدنيا برا، والله لما الحق يبقى عند الناس هو الباطل،
والباطل يبقى الحق. ونحن لولا حديث أنس رضي الله عنه لتمنينا الموت لما نرى من تعظيم الشرك وأهله ومن تحقير أهل التوحيد ومن محاربة الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمهم للمعاصي ومن انتشار الجهل ومحاربة العلم، ونسأل الله العافية. قال: اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجر وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه. فاعزموا عن طريق هذا السيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، وكأنكم بالباب قد أغلق وبالرهن وقد غلق وبالجناح وقد علق، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال: اشتري نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن ويوم يعض الظالم على يديه. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. قال: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. عمل كثير بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. فأخلص لله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها، أسمعوا الكلام ذا عليك الله كلكم. قال: إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها وتهاونت بأوراده، الأوراد التي يغذى بها القلب من ذكر الله والقرآن إلى آخره، وتهاونت بأوراده التي هي قوته أو قوته، قوته الطعام وقوته واضحة وحياته، فهذه الأوراد فيها حياة القلب. كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف به. تملأ قلبك هموم الدنيا وقلبك ده ما تغذيه بالطاعة، زي الزول اللي عنده دابة ما لا حاجات تقلق الله ما قدر تمشي في النهاية. قال: ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. هل السائق العجلان يملك أمره؟ فما كل سير اليعملات وخيد. اليعملات جمع يعمل، وهي الناقة السريعة النجيبة. قال: رويدا بأخفاف المطي فإنها، الأخفاف جمع خف، رويدا بأخفاف المطي فإنما تداس جباه تحتها وخدود. قال: من تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر. فالإنسان إذا صبر فإن بعد العسر يسرا.
كما قال الشاعر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. مرات تجيك مصيبة تقول خلاص بس الدنيا دي ظلمت والحياة انتهت وأي شيء تقفل وخلاص بس بعد ده وما قادر تقبل، وين بعد شوية الله يجعل لك الفرج. وتمر الأيام فتكون هذه كالذكرى، عشان كي تصبر يتحمل الابتلاء ده، بنظف الذهب بيخطوه في النار عشان ينضف، الشوائد دي في النار بتزول، أصبر بس. قال: الغاية أول في التقدير. اسمع الكلام ده كويس، وأنا بديك آيتين أو بعض النصوص توافق هذا الكلام، أو هذا الكلام يوافق تلك النصوص. قال: الغاية أول في التقدير، آخر في الوجود، مبدأ في نظر العقل، منتهى في منازل الوصول. قال الله تعالى في القرآن: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. الآية دي الكلام ده بوافق الآية دي، هي آيتان. قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من أسماء الله البارئ، توبوا إلى بارئكم أي خالقكم من قبل أن نبرأها. الله سبحانه وتعالى كتب الشدة في اللوحة المحفوظ، المصيبة من مصائب الدنيا. قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والله يزول فهم الآيات دي تاني ما بيحزن في الدنيا دي قليل. قال لك أي شيء لو يدعوكت مكتوبة، لو جاك شيء بيحزنك مكتوب قبل ما يحصل، يعني لا انت بقوتك بتدفعه ولا بعقلك بتزيله ولا بحرصك بتبعد منه ولا بأي شيء، مكتوب كذي مقدر لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكن العبد يكون همه أن يصل إلى جنة الله تعالى، فإذا وصل إلى الجنة زالت عنه تلك الهموم كلها والأحزان. مجرد ما تخش الجنة، رسول عليه الصلاة والسلام قال حديث كثيرة في الجنة، لكن أنا بديك حديث واحد بس لأنه الزمن ولأنه ذاته كافي. حديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الجنة من أولها لآخرها ما بتلقى زول صار وشه 20-30-50 ألف سنة خالدين فيها أبدا، ما في صرة، ناس مرتاحة وأحزان ما في وأي شيء زال، شكيت تسعى للقدام. والله أزهد في الدنيا دي أزهد. قال: ألفت يعني تعودت، ألفت عجز العادة. زول متعود بس يأكل يشرب الشغل يجي ينوم بس متعود زي الآلة، بس ما داير يتقدم لقدام، ما داير بدل ينوم 8 ساعات
يقلبها 7 ساعات، الساعة دي يقرأ فيها قرآن ولا يحفظ فيها علم نافع، ما داري يغير، بس بس العادة دي مواصل فيها. قال: ألفت عجز العادة، فلو علت بك همتك ربى المعالي. ربى معروف الشيء العالي والربوة. قال: فلو علت بك همتك ربى المعالي لاحت لك أنوار العزائم، يعني ظهرت لك أنوار العزائم. أنت في الأرض فلو صعدت في الربوة لرأيت ما لا يراه الذي يكون في مجرد الأرض. وهكذا الذي يتبع عادته، لو قام من عادته وجاهد نفسه وسمى وارتفع لرأى الخير الكثير ولارتفع شأنه. قال: إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. النازل بقى ده معظم وداك محقر ودا أقل منه ودا كذا ودا قائد في الخير وداك أقل منه، السبب شنو؟ ما الصور، ده شكله وجيه وداك ما وجيه، ده شكله عاتي وداك ما عاتي، لا لا. وإنما الهمم وتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال: نزول همتي الكساح دلاه في جب العذرة. ودي واضحة، ما دار شرح. الزول الماشي عديل ده ما تراه بيمشي عديل، لكن الكساح ده البلف وكرعذاته ما شايلاتنه. قال: نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة، العذرة الغائط. قال: بينك وبين الفائزين جبل الهوى، نزلوا بين يديه ونزلت خلفه. نزلوا بين يديه ونزلت أنت خلفه، فطوي فضل منزل تلحق بالقوم. أطلع بغادي ومش تلحقهم. قال: الدنيا مضمار سباق وقد انعقد الغبار، وخفي السابق. غبار قام والزول المسابق بقيت ما شايفه، انت لو شايفه بيسرع انت بتسرع، لكن انت ما شايفه، وده سباق معناه شنو؟ انت بتتوقع انه الزول ده قدام، الغبار بيناتكم، تقوم تسرع قدر ما لك تسرع. قال: الدنيا مضمار سباق وقد انعقد الغبار وخفي السابق، والناس في المضمار بين فارس وراجل. يعني زول راكب له فرس وزول جاري بكرع ساي، وأصحاب حمر معقرة. الحمر الناقة، النوق، واحدين راكبين حصين واحدين بكرعين واحدين راكبين شنو؟ نوق. قال: سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. قال: في الطبع شره والحمية أوفق. الطبع فيه شره، إقبال شديد، كالجائع الذي يجد الطعام ويلتفت يمينا وشمالا ولا يرى أحدا ينظر إليه، يأكل بشره. فهذه الطباع فيها شره للشهوات. والحمية أوفق، الموفق والذي يتقي الشر عليه بالحمية. والحمية أن يحول بين نفسه وبين نفسه وبين الوقوع فيما يشتهيه طبعه. قال: لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. الحرص على الدنيا وعلى المال إلى آخره. قال: حبة المشتهى تحت فخ التلف، ففكر الذبح فتفكر الذبح، وقد هان الصبر. والذي يعلم أنه سيذبح فإنه لا يقع في الفخ وإنما يصبر. قوة الطمع في بلوغ الأمل، قوة الطمع في بلوغ الأمل
توجب الاجتهاد في الطلب وشدة الحذر من فوات المأمول. الزول المؤمل يدخل الجنة مجتهد ما بنوم، والله تلقاه مجتهد في الطاعة وفي الصلاة وفي العبادة وفي الصيام وفي غيره. ناس كتار مضيعين زمنهم، زول تلقاه بيأجز أسبوع واشتغل 3 أسابيع. واحد تاني تلقاه تاجر يسافر برا يجيب له بضايع ويقعد تاني شهر ما يشتغل ويعديه نوم زاي نوم وناس ويجر بغادي وكذا وكذا، حاجات كثيرة. قال البخيل فقير لا يؤجر على فقره. الزول الفقير ده إن صبر دي ما مصيبة، الفقر لو صبر الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم شنو بغير حساب. لكن الزول البخيل ده حاله حال الفقير لكن ما عنده أجر لأنه قادر شنو ينفق. والله قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الصبر على عطش الضر ولا الشرب ولا الشرب من شرعة من الشرعة الجدول أو الماء الذي يجري. يعني آخر تتضرر في جسدك وفي مالك مقابل أن لا يمن عليك أحد من الناس. الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة من يمن عليك أحد من الناس. آخر شيء في الصفحة دي ونختم به لأن الزمن جاء. قال تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، لا تمكن أهل الفسوق من نفسها مقابل المال، وإنما تجوع وتصبر على العفاف وعلى الحصن حتى تلقى ربها أو يجعل الله لها فرجا عاجلا أو آجلا. وإذا مد الله في الآجال نأتي ونواصل في هذا الكتاب. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.